ساعة البريد؟ أين ساعة البريد؟ ساعة البريد؟ ساعة البريد؟ السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. أين كنت يا ساعة البريد؟ عمر أستاذ. يا ساعة البريد، الآن وقت مناسب لاستقبال الضيف. يا الله، من هو الضيف؟ ضيفنا اليوم هو السيد مصطفى جمال الدين. أستاذ أحمد، منو مصطفى جمال الدين؟ مصطفى جمال الدين علامة، رجل دين وشاعر أيضا. العلامة؟ نعم. بالي راح بعيد أنا، عبالي تقصد على مدرس وياكم. أنت مشغول دائما، فكرك مشغول. فكرة طبعا ينشغل، إذا عمتوت عقلها كله مخضر. جيب لي خيار، جيب لي طماطة، جيب لي حلويات، جيب لي هذا شوان ذر، عقلها خضراوي. لا بس امرأة كبيرة في السن، يجب أن تساعدها. فما راح علي الوقت هس. الآن وقت مناسب يا سعد البريد، أعتقد أنكم ستلتقون في الطريق. يا الله، بسرعة. في مال الله، في أمان الله. خليها على نومتها، لا تقعدها. لا بس يلا. هنا لهذا اليوم حرف الطاء. العقل شوية راد لفرمته، واحد يفرمت له عقلي، لأن ما معقولة. منا لهنا أنسى الاسم، منا له. أستاذ أحمد، أستاذ أحمد، أستاذ أحمد، شو عارف؟ أستاذ أحمد، أستاذ أحمد، أستاذ أحمد، زين شلون أرد أجيب ضيف أنا ونسيت اسمه يعني. يا اهلا وسهلا العلامة والشاعر الكبير مصطفى جمال الدين. اهلا ومرحبا بكم، انا لي الشرف ان ازور هذه المدينة، مدينة الحروف، وان ازور التلاميذ في صفهم، وأن أزور العمة توت. يعني حقيقة أنا أرد أحذرك من العمة توت، لأن هذه راح تصدع راسك، راح تسولف لك على الطماطة وعلى الخيار وشون سوت الدولمة، فأنت اختصر معاها حتى لا تتعب حالك. إن شاء الله ستكون امرأة طيبة وذكية. وأعرفك على التلاميذ وعلى الأستاذ أحمد، حقيقة مدينة الحروف يعني راح تنورها، إضافة كبيرة أنا أشعر وجودك اليوم ويانا مدينة الحروف. شكرا لهذا الإكرام، نورتنا وشرفتنا. ضيفنا لهذا اليوم السيد مصطفى جمال الدين. مرحبا أعزائي التلاميذ في درس جديد وحرف جديد أيضا. حرفنا لهذا اليوم سيكون حرف الطاء، وضيفنا أيضا في اسمه يوجد حرف الطاء. ضيفنا هو العلامة السيد والشاعر مصطفى جمال الدين، فأهلا وسهلا به. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. أهلا ومرحبا بكم. أهلا وسهلا. أهلا وسهلا. يا ولدي ما اسمك؟ حمزة. هل تعرفني يا ولدي؟ مصطفى جمال الدين. هل تستطيع أن تعطيني كلمة بحرف الطاء؟ باوز. أحسنت. ما اسمك؟ مريم. يا ابنتي هل تعرفيني من أنا؟ مصطفى جمال الدين. تستطيعين أن تعطيني كلمة بحرف الطاء؟ طبق. أحسنت. يا ابنتي ما اسمك؟ بنين. هل تعرفيني من أنا؟ مصطفى جمال الدين. هل تستطيعين أن تعطيني كلمة بحرف الطاء؟ طويل. أحسنت. أنرت الصف بهذا الحضور الكريم، العلامة السيد والشاعر مصطفى جمال الدين، شكرا جزيلا لك. شكرا جزيلا لكم وجزاكم الله خيرا. في أمان الله. في أمان الله وحفظ. طارق، طه، طاووس، طابوق، طريق، طبق.
ضيفنا كان العلامة السيد مصطفى جمال الدين، وفي اسمه يوجد حرف الطاء، إذن حرفنا اليوم سيكون حرف الطاء، وهكذا يكتب. هذا هو حرف الطاء. يا حمزة، أعطني ثلاث كلمات تبدأ بحرف الطاء. طارق، طاهر، طاووس. أحسنت، تصفيق. قال لي حمزة طارق، وأيضا قال لي طه، كذلك قال لي طاووس. أحسنت يا حمزة. والآن يا مريم، أعطني أيضا ثلاث كلمات تبدأ بحرف الطاء. طابوق، طريق، طبق. أحسنتي، تصفيق. قالت لي مريم طابوق، وأيضا قالت لي طريق، كذلك قالت لي طبق. أحسنتي يا مريم. والآن يا بنين، السؤال لك، أعطني ثلاث كلمات تبدأ بحرف الطاء. طيب، طويل، حلال. أحسنتي، تصفيق. قالت لي بنين طير، كذلك قالت لي طويل، وأيضا قالت لي طلال. أحسنت يا بنين. وضيفنا أيضا في اسمه يوجد حرف الطاء، ضيفنا هو السيد مصطفى جمال الدين. جمال الدين، انظروا، هذا هو حرف الطاء. والآن يا أحبتي التلاميذ، حمزة قال لي طارق، طاها، طاووس. أما مريم فقالت طابوق، طريق، طبق. أما بنين قالت لي طير، طويل، طلال. إلى هنا يا أحبتي التلاميذ ينتهي درسنا لهذا اليوم، على أمل اللقاء في درس آخر. يأتي حرف الطاء في الجملة الاسمية: طارق، قائد شجاع. أهلا وسهلا بالعلامة الشاعر مصطفى جمال الدين في مدينة الحروف. أهلا بكم أيضا، حياكم الله. عرفناك شاعرا وأديبا ورجل دين، فكيف مزجت بين كل ذلك؟ الشعر لسان الوجدان، والدين لسان الروح، وكلاهما يجتمعان في الجسد. هل لديك مؤلفات؟ نعم، الإيقاع في الشعر العربي، عيناك واللحن القديم، البحث النحوي عند الأصوليين وغيرها. عظيم جدا أستاذنا الكبير، هل قرأت لي شيئا من شعرك؟ بغداد ما اشتبكت عليك الأعصر إلا ذوت ووريق عمرك أخضر. الله الله، سلم لسانك. شكرا لكم، وسعيد جدا بتذكركم إياي في مدينة الحروف. يأتي حرف الطاء في الجملة الفعلية: الطابوق، يستعمل في البناء. أعزائي التلاميذ، سنضع
حرف الطاء في جمع المذكر السالم. الطباخون ماهرون. أقول ليش؟ يا عيني أنت موضوعك شنو؟ شكو؟ شو النوم هواي؟ تروحين بكيفك تجين بكيفك، ما تقولين انا رايحه انا جايه غير حتى نفتهم، احنا مو عندنا ضيوف يجون هنا. يلا اليوم انت لقيت الضيف؟ لا ما شفته، اسال عليه وماكو. عرفت من الضيف؟ ما ادري ما اعرف. باعي هاي سوالفك وحالي استقبله واقول له راح اعرفك على العمه توت، واقول له دير باك من عندنا راح اسولف لك على الخيار والطماطه والزلابيه ولا تدوخ راسك وياها. طلعين ماكو؟ ها تفشلينه. انا سويت ليش ما تجيبيني؟ ليه ما شفتها اني؟ اي طبعا اذا نايمه مقعد بيش ما تقعدين. اي كان سمعت صوتك وانا اجي، ليش ما حاجيتني؟ ليش تعوفه؟ سوين وين شاورت نفسي؟ وينه الضيف راح. لا 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 فدوه، لا تقول هذا الكلام. زين مره ثانيه لا تخلينا اسال من عندك. كان العلامه السيد مصطفى جمال الدين. لو ما شفته. والدرس حرف الطاء. لو يلا اعطيني كلمة بحرف الطاء. يلا بسرعة يلا لا وجينا انا ضايج من عندك ترى. لا فدوة. يلا اعطيني كلمة بحرف الطاء. يلا طريق يلا. طابوق يلا. طابوق. يعني انا اقول شو ترجعيها عليه. يلا اعطيني غير كلمة يلا. طريق. امشي ارجع نامي. ارجع نام، ما اريد اشوفك اليوم. اليوم ما اريد اشوفك بعد، ما اريد اشوفك. أعزائي التلاميذ، سنضع حرف الطاء في جمع المؤنث السالم. نحن لا نجلس في الطرقات. أعزائي التلاميذ، سنضع حرف الطاء في جمع التكسير. أمي تعد أطباقا لذيذة. عمة توت، يا عمة توت، أين أنت يا عمة توت؟ أهلا أستاذ أحمد، أهلا وسهلا. أهلا بك يا عمة توت. أهلا، كيف حالك؟ الحمد لله. يا عمة توت. نعم. أين كنت؟ بصراحة أنا كنت نايمة. يا عم توت. نعم. جاء الضيف. نعم. وأراد أن يلتقي بك. وينه؟ أنت غير موجودة. مو أنا ما شربت شاي الصبح وشوي راسي دايخ. يا عم توت. ونمت. أنت أصبحت كسولة، الفترة المتأخرة كلها أنت كسولة. لا فدوة لا تجاهل الكلام، أنا شطورة. هل تعرفين من هو الضيف؟ منو؟ ضيفنا هو السيد العلامة والشاعر مصطفى جمال الدين. حرامات، وين ما شفت راح؟ نعم وحرفنا أيضا كان حرف الطاء. يا عم توت. نعم. العلامة السيد مصطفى جمال الدين شاعر معروف. نعم. ولديه قصيدة كبيرة عنوانها بغداد. أوه، حلو. قالها في العيد الألفي لبغداد، قصيدة جميلة جدا كانت. ولديه مؤلفات كثيرة أيضا في الفقه والتفسير والشعر. حلو. طبعا فاتك أنك لم تلتقي به. يا عم توت. نعم. أخيرا أعطني كلمة تبدأ بحرف الطاء. أكو هذا أبو الألوان اسمه طاووس. إيه نعم بيريش ملون حلو. إيه نعم انه إيه طائر الطاووس. اي عرفت. نعم طاووس. يعني شطوره. يا عم توت. نعم. مره اخرى لا تكرري هذا الشيء ولا تنامي، استيقظي مبكرا رجاء. انا اعتذر استاذ فدوه، بعد اذا يجي ضيف اعتذارك مقبول. شكرا استاذ، شكرا. اراك لاحقا. اهلا وسهلا. في امان الله. في امان الله. اهلا وسهلا استاذ.
لا تنسى الاشتراك والاعجاب في قناة شهاب الفضائية.